السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، تحدث الصحفي الاستقصائي الفرنسي الشهير رومان مولينا عن قضية مباراة الجزائر والكاميرون. وقال مولينا في هذا الخصوص: الكثير من الناس جعلوا الجزائريين يؤمنون ويأملون في الكثير من الأشياء، وتبع حادثه قائلا: أنا لم أسمع عن وجود ملف صلب أو حتى شبه صلب في هذه القضية، ولم تكن حتى محاولات لذلك. ليختتم مولينا حديثه قائلا: هناك من عامل الناس على أنهم أغبياء. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.